السلام عليكم، انا محمد من قناة ايفوي. بتكلم في هذا الفيديو عن احد المواضيع اللي شدت انتباهي بشكل كبير في الفترة الاخيرة، لكن وعلشان توضح الامور بشكل افضل لازم نشرح بعض المصطلحات البسيطة قبل ما نبدأ بالفكرة الرئيسية في هذا الفيديو. لعلك سمعت في السابق عن مصطلح لايف سيرفيس جيمز، لك ما عمرك سألت نفسك شو معنى هذا المصطلح بالضبط؟ مصطلح لايف سيرفيس جيمز او كما هو معروف في صناعة الالعاب باسم جيمز السيرفيس، هو مصطلح يطلق على الالعاب اللي تحتوي على خدمات مختلفة. الهدف من هذه الخدمات انها تحول اللعبة لشيء اشبه بالمنصة اللي تحافظ على اللاعبين بقدر الامكان لسنوات. بالاساس فكرة Games as Service تعني بأن جزء من الاستوديو بيكون متفرغ بشكل كامل لتطوير هذه اللعبة بعد صدورها للسوق، وكل ما كان حجم اللعبة أكبر كل ما كان التفرغ لهذا المشروع أكبر. وبطبيعة الحال الشركة والمستثمرين غير مسؤولين عن دفع تكاليف تطوير اللعبة بعد إصدارها للسوق، بالذات أن هذا الشيء معناه أن الاستوديو بيعطي جزء من وقته لتطوير اللعبة ما تدخل أي شيء بدلا من إنتاج ألعاب ومشاريع جديدة. وعلى هذا الأساس جاء فكرة مفهوم Games السيرفيس، واللي هو الموازنة ما بين الربح والمحتوى، بحيث ان اللعبة تظل محدثة بشكل دوري ولكن تكاليف تطوير التحديثات هذه تدفع من جانب اللاعبين بدون ما يحسون بهذا الشيء. هالشيء يتم عن طريق مصادر دخل مختلفة لهذا النوع من الالعاب، يشمل مايكرو ترانزاكشن او الاشتراكات او السيزن باس او الدي ال سي او غيرها من الامور. بابقاء اللعبة محدثة بشكل دائم هذا الشيء يضمن الحفاظ على قاعدة اللاعبين الموجودة ويعطي اللاعبين سبب في استثمار عدد اطول حتى في هذه الالعاب. مثال على العاب لايف سيرفيس عندك ليج اوف ليجندز او ديستني او ذا ديفيجن او غيرها من الالعاب. كل هذه الالعاب تحتوي اما على شخصيات جديده او على احداث جديده في القصه او على اطوار جديده واسلحه وسكنات او اشياء مختلفه. وعلى ان الشخصيه ما اعتقد عندي مشكله في هذا التصنيف اجمالا او مع هذا التوجه مع العاب الاونلاين، لكن مشكلتي الرئيسيه تكمن في تحول شركات طرف اول لهذا التصنيف والرغبه في تطبيق هذا المفهوم حتى في العاب القصه واللاعب الواحد حتى لو ما كان هذا التصنيف يمشي مع هذا النوع. بتقولي كيف؟ قبل فتره قصيره اعلن استوديو بايوير عن عمله على لعبة دراجون ايج 4، وسلسلة دراجون ايج اجمالا معروفة بانها سلسلة بنت اساسا على القصة وما فيها ملتي بلاير، وفكرتها ما تدعم اصلا الملتي بلاير ولا تحتاجها. مؤخرا بايوير قالوا بانهم يفكرون باضافة عناصر اللايف سيرفيس في لعبتهم القادمة، مع توضيح ان دراجون ايج 4 بتكون اصغر من دراجون ايج انكويزيشن اللي ما تعتبر بضخامة لعبة مثل ذا ويتشر 3 مثلا. يعني وكأنهم يقولون ان بنقسم القصة الى اجزاء وبنخليها تتحدث وتنزل بشكل دائم. هالشي معناه وكأنك بتدفع $60 على لعبة سينجل بلاير غير كاملة، وبعدها بتدفع على اشياء ثانية ممكن تشمل حتى جزء من القصة او سيزن باس، او ممكن يكون حتى اسوأ من هذا، ممكن يحطوا لك جزء من القصة في اللعبة الاصلية ويقول لك ادفع لو تبغى تكمل القصة. مع ان EA ما اعتقد عندهم اي مشكلة في تمويل مشاريع بايوير حتى اذا كانت بالملايين، وما اعتقد ايضا ان مشاريع بايوير غير ناجحة وتقدر تغطي تكاليفها بسهولة من المبيعات بدون حتى الDLC. ولك كمثال في تاريخ الشركة مع ثلاثية ماس افكت وثلاثية دراجون ايج اللي كلها تعتبر ناجحة تجاريا. استوديو بايوير مجال القصة وقادر على تقديم لعبة بقصة كاملة وعالم رهيب بدون الحاجة لتقطيع القصة وتحويلها للعبة لايف سيرفيس. لكن شركة مثل EA صارت تدفع مجال العاب اللايف سيرفيس لانها وسيلة جدا مربحة. كمثال عندك مشروع لعبة ستار وورز اللي كان يشتغل عليه فريق طموح جدا من المطورين والكتاب في فيسرال جيمز التابع لشركة EA. المشروع هذا تم وصفه على ان لعبة قصة اكشن ومغامرات خطية، يعني مبنية على قصة واضحة، والقصة والعالم نفسه مقتبسين بشكل كبير من افلام عالم ستار وورز. بالنظر الى النتائج والخطة الاولية اللي تم وضعها من جانب فريق فيسرال جيمز، شركة EA ما اقتنعت في هذا المشروع وشافت بان مشروع ما يصلح ولا يتوافق مع نظرتهم، وقالوا بالحرف الواحد خلال عملية التطوير قمنا بتجربة اللعبة مع اللاعبين، استمعنا الى ردود الافعال في كيف يمكن تقديم اللعبة مع متابعتنا للتطورات اللي تحدث في السوق، وركز على الجملة القادمة، صار من الواضح بان لتقديم تجربة يمكن العودة اليها مرارا وتكرارا هذا معناه ان يجب اعادة تصميم هذا المشروع مرة اخرى. يعني وكأنهم يقولون ان العاب القصة الخطية ما تصلح لنا لانها تقدم تجربة معينة الناس ما بترجع لها، مع اننا عرف ناس خلصوا الالعاب الخطية 20,000 مرة مثل احمد اللي خلص دارك سايدر ما ادري كم مرة في حياته على كل الاجهزة، او حتى انا مثلا خلصت دراجون ايج اوريجنز 9 مرات يعني او يمكن اكثر حتى. وبعدين يعني انا ما ادري
ما شافوا حصريات سوني؟ كلها ألعاب قصة خطية وكلها ألعاب ناجحة، أو على الأقل أغلبها. مشكلة EA مؤخرا أن صار عندها هوس شديد في تقديم ألعاب الخدمات، الألعاب اللي يرجع لها اللاعب أكثر من مرة. هالشي مو بسيء أبدا، بالعكس يعتبر شيء إيجابي بالذات مع ألعاب الأونلاين، لكن لا تجبر كل المطورين اللي عندك على أنهم يستخدمون نفس المفهوم هذا. مفهومك هذا ما يمشي مع كل الألعاب. خذ كمثال تجارب مثل Resident Evil 2 أو God of War أو غيرها من الألعاب. هل تشوف أن الألعاب هذه تصلح أني أخلي لك إياها لايف سيرفس؟ طبعا ما تصلح، هذه تجارب أنت تبدأها وتنهيها. المشكلة أن EA مؤخرا صارت تدفن استوديوهاتها اللي تركز على ألعاب القصة الكلاسيكية أو الخطية. لكن المشكلة أن الشيء هذا ما صار مرتبط بشركة EA بس، الشيء هذا بدأ بالوصول لشركات أخرى مثل Ubisoft. مطور لعبة Child of Light في مقابلة أجراها مؤخرا سئل فيها عن الجزء الثاني من Child of Light وما إذا كان في عملية التطوير، والإجابة كانت وبالحرف الواحد في أن اللعبة لا يتم تطويرها حاليا على حد علمه. وبرايي يشوف أن Ubisoft أصبحت تركز بشكل أكبر على ألعاب Live Service، وChild of Light ما تصلح في هذا التوجه، لذا لا تتوقع تشوف جزء ثاني منها، مع أن اللعبة باعت بشكل مناسب وما زالت تبيع حتى الآن، وحتى أن تم نقلها مؤخرا للسويتش، إلا أن المخرج يرى بأن Ubisoft قادرة على استثمار أموالها في مشاريع مربحة بشكل أكبر من Child of Light. وفعلا هذه شفناها في لعبة Assassin's Creed Odyssey اللي بدأت تظهر فيها بوادر اللايف سيرفس. ألعاب الRPG إجمالا وعلى مدار الأجيال فيها مهام فرعية مملة علشان ترفع ليفل شخصيتك، وهذا شيء طبيعي جدا ومتعودين عليه في هذا النوع من الألعاب. بس مسألة التلفيل إجمالا كانت حصرا على ألعاب الJRPG واللي هو الRPG الياباني، والألعاب هذه صح أن عوالمها ضخمة جدا وفيها استكشاف ما يخلص، بس ترى تقدر تمسك لك عدد معين من الوحوش وتسوي عليهم جرايندينج وتلفل بشكل سريع في هذه الألعاب وما بيكون عندك أي مشكلة. بس في Assassin's Creed Odyssey كمثال التلفيل في اللعبة بطيء جدا إلا إذا سويت كل المهام الفرعية والأشياء الموجودة في العالم، وهذه ما أعتقد كل شخص مهتم أن يسويها. بتقول لي عادي يلعب المهام الرئيسية لا تلعب المهام الفرعية. المشكلة هي أن اللعبة مع كل مهمة رئيسية تخلصها يرتفع مستوى الأعداء في المهمة اللي بعدها، وتنجبر في أنك تلفل شخصيتك مرة ثانية عشان تقدر تكمل في اللعبة، مع أن الأعداء أغبية جدا في اللعبة هذه، بس العدو الغبي هذا ممكن يلمسك مرة واحدة وتموت لو كان ليفلك أقل من ليفله. يعني وكأن Ubisoft رفعوا مستوى صعوبة اللعبة علشان يقولون لك إما أنك تلفل بالطريقة المملة أو ممكن تشتري بوست علشان تلفل بشكل أسرع. يعني اختار، حين بيطلع لك واحد بيقول لك عادي يا اخي انت مو مجبر انك تستخدم البوست في اللعبة، دام ان الشركة حطت الخيار هذا كجزء من اللعبة. ولو كانت الشركة فعلا مهتمة بتجربة اللاعب كان وفرت خيار البوست كخيار افتراضي في اللعبة تقدر تفعله اول ما تمل من اللعبة. ليش بفلوس؟ فهمني بالضبط، ليش ادفع $60 على لعبة معينة وبعدها تقول لي اذا تبغي تخلصها ادفع اكثر؟ مو كل الناس مهتمة في انها تلعب مهام فرعية، ابغي العب مهام القصة يا اخي كيفي. يعني انا ممكن لاعب اللعبة عشان القصة بس، عطني امكانية اني اسوي بوست في اللعبة بدون ما ادفع اي شيء، خلي خيار عادي افتراضي موجود في اللعبة اذا انت فعلا مهتم في ان انا اعيش افضل تجربة في لعبتك. انا بالعادة ما اضع اللوم على المطورين في هذه القرارات لانهم دائما مظلومين في هذه الناحية، الشركات المالكة هي اللي تتحمل المسؤولية بشكل رئيسي، القرارات هذه ما يتخذها المطورين، المطور يوصل الدخل في اخر الشهر وانتهينا، ولكن هذه القرارات هي قرارات الشركات نفسها والمطور مجبور على النظيفة. انا متفهم انك انت تبغى ترفع الدخل من الالعاب وهذا شيء جدا طبيعي مع ارتفاع تكلفة تطوير الالعاب في الوقت الحالي، بس مو على حساب تحويل تجربة جميلة مثل Assassin's Creed اجمالا الى تجربة سيئة. شوف Assassin's Creed كيف صارت، لعبة ضخمة جدا في عالم خالي ما في اي شيء تسويه، وفي ناس يطلعوا لك يقول لك في مهام فرعية. من متى Assassin's Creed صارت تعتمد على RPG او المهام الفرعية؟ ارجع للاجزاء الرئيسية في السلسلة. لكن هذا التحول من جانب Ubisoft لهذا المجال عشان يدخلون اللايف سيرفس، ما بعشان اي شيء ثاني، ما بتطويرا للعبة. لا تتوقع او تفهم من هذا الفيديو ان انا ضد الجيمز السيرفس، بالعكس اشوفه خطوة ايجابية لعدد كبير جدا من الالعاب. خذ كمثال World of Warcraft، لعبة تعتبر من اقدم العاب الجيمز السيرفس، كانت وما زالت قائمة على اساس انك تشترك في اللعبة بشكل شهري علشان تقدر تلعبها، والى يومك هذا ما زال عدد ضخم جدا من اللاعبين يشتركون فيها ويدعمونها بشكل دوري. ليش بالضبط؟ لان بليزرد وعلى مدار ال 15 سنة الماضية كانت تحدث اللعبة بعوالم كاملة، بكلاسات، بقصص، بريدز، باشياء مختلفة. هالشي حول World of Warcraft الى تجربة كلاسيكية
وما زالت ممتعة للاعبين حتى اليوم. تخيل كيف ممكن تستفيد ألعاب مثل The Division أو Destiny من هذا المفهوم. تخيل كيف Destiny ممكن تتحول إلى لعبة ضخمة جدا مع كواكب ما تخلص ولور طويل ما يخلص، لو انها صارت لعبة Games as Service وعاشت مدة 10 أو 15 سنة بالتحديثات. بس في نفس الوقت ما ودي هالشي يتحول إلى شيء دارج في كافة الألعاب. ما ودي في المستقبل هالشي يوصل لألعاب مثل God of War. ما أبغى أوصل لجزء معين علشان يقولوا لي فيها لو تبغى تكمل قصة كريتوس لازم تنتظر شهرين تراك بتدفع عليها $20. يعني هذا ممكن يكون أسوأ شيء ممكن يصير لصناعة الألعاب وممكن يدمرها بالنسبة لي بشكل كامل. لكن وعلى كل حال ودي أسمع رأيك في التعليقات، هل أنت ضد أو مع مفهوم اللايف سيرفس؟ وهل ودك تشوف هذا الشيء ينتشر بألعاب القصة في المستقبل؟ ويعطيكم العافية، نراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.